تحاول جزيرة سقطرى خلق المزيد من المسافات التي تبعدها من نيران الحرب وتفاقماتها. الجزيرة التي يفصلها 350 كيلومتر عن أقرب بر تشهد العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية، ويحرص أبناؤها على تفعيل ما تم إهماله في مختلف أنحاء البلاد. وفي ظل توقف شبه كلي للبطولات الرياضية، شهدت الجزيرة دوري الأندية الشبابية، والفريق الفائز من عندنا كسلطة محلية برضو ندعم 150 ألف ريال للفريق الفائز، وبنفس الحال 150 للفريق الوصيف للبعد والمشاركة بصفته فريق جديد. ورغم شح الإمكانات، إلا أن الأندية أكملت البطولة التي بدأتها قبل أسابيع، وحصل نادي الوحدة على المركز الأول في البطولة، تلاه نادي نوقد في المركز الثاني وسط حضور جماهيري كبير، حيث يضطر أهالي الجزيرة إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى حيث تقام المباريات، وقد حظيت البطولة بحضور كثيف وغير مسبوق، رغم أنه أتى في ظل أوضاع معيشية قاسية تعيشها البلاد، لكن سقطرى أرادت التمسك أكثر بالاستقرار وملامحه.